3 2 1 يلا 1. ايه ده ايه ده في ايه؟ بتضربه ليه؟ يا عم انا مش بضربه، انا بمرنه. يلا 1. طيب مش كفايه كده تمرين؟ من غير ما تتعصب ممكن تفهمني ليه بتعمل كده؟ طب خلاص خلص تمرين معاه وبقعد افهم. 5 6 بالراحه، انت بالراحه تمام، اتعب موت. اطلع لي ربع ساعه على المشايه. لا 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 تقدر، انت ربع ساعه على المشايه. هتطلع ربع ساعه على المشايه؟ مش قادر رجلي وجعتني. اطلع ربع ساعه على المشايه. زود زود هتقدر، زود زود هتقدر، زود يلا. مش هتيجي معايا. زود. صوت يا جماعه عشان نتصور. اسمي رامي عادل، عضو اللجنه العليا للمدربين في الاتحاد العربي لكمال الاجسام، والحمد لله الناس هنا كلها بتحبني. بس بنخاف منك. ايه ده؟ مين اللي بيتكلم؟ طب وربنا يربيكوا. كنا بنقول انك محبوب في الجيم. بقالك كام سنه يا رامي بتشتغل مدرب؟ بشتغل مدرب من سنه بالظبط، بس استنى الموضوع ما بدأش من سنة. تعالى الأول أحكي لك زمان إيه اللي حصل. الصوت طلع كويس عندك؟ أنا اشتغلت من أنا عمري 12 سنة. على فكرة محل عيلتي المادية كانت كويسة، بس أنا اللي كنت بحب الشغل والاختلاط بالحياة. اشتغلت مليون شغلانة قبل كده، اشتغلت ويتر في مطعم، اتعلمت أشيل الصينية وهي عليها مليون حاجة وما كانتش طوعة مني، وكنت بلفها على صباعي كأني بلف كرة سلة. اشتغلت بياع في محل ملابس حريمي، اشتغلت اوبر وكريم، واشتغلت فرد امن. ده انا حتى مثلت من زمان، بس للاسف محدش اكتشفني. النهارده اول يوم في التدريب العملي. انت معانا؟ للاسف انتوا هنا في كليه تربيه رياضيه، يعني تقريبا الجيش. وتعلمت روسي وسافرت شرم الشيخ واشتغلت مرشد سياحي. وعشان كده أكيد السياحة اتضربت. طيب ليه ما كملتش في أي شغل من دول؟ يعني في حاجات كتير قوي ما كنت فاشل فيها. يعني أبقى شغال في محل، في بياع محل حريمي وما بفهمش في الألوان، سواء اوبر وكريم، وانا اصلا بمشي على الجي بي اس وبتلخبط، وكنت بطلع مديونات قد كده وناس كانت بتتخانق معايا وبتديني تقييمات زي الزفت. ومن سنه ونص سبت الشغل انا كنت شغال فيه، وانا متجوز وعندي بيت وعندي اولاد، وما كنتش عارف اعمل ايه، ومش متعود ان انا استلف فلوس من حد. فرحت جايب شويه حاجات كده ونزلت ابيعها على القهاوي وفي اشارات المرور. لقيت ان الناس كلها كانوا بيحبوا ان هم يتصوروا معايا عشان عضلات بقى وجيم وكده، وبيسالوني يا كابتن عايز انزل الكرش، واللي يقول لي انا عايز انفخ عضلاتي. قابلني واحد بيقول لي ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ قلت له باكل عيش يا عم، قاعد سايب الشغل ومحتاج اشتغل. يعني اللي عم بتشتغل ايه؟ انت بتروح جيم تشتغل فيه؟ قلت له طب شوف لي جيم واشتغل فيه، ما عنديش اي مانع. وحبني قوي وجاب لي اكل وقعدنا مع بعض كده، قضينا اليوم ما بعتش بربع جنيه ورحت مروح تاني. فحسيت ان موضوع كمال الاجسام او موضوع العضلات بوجه عام هو موضوع يهم الناس كلها. بدات ادخل على النت واشوف مقالات واشوف نظم غذائيه ونظم تدريب والناس بتمرن ازاي، علشان استفاد بس بمعلومه ولا اتنين. احكي لي بقى يا رامي، امتى دخلت لعبه كمال الاجسام؟ بدات اتمرن وانا عندي 12 سنه، كان ليا ابن خالتي، ولما كنت بشوفه كنت منبهر بيه جدا، وكان نفسي في يوم من الايام ان انا ابقى زيه. مفيش حد في الدنيا دي يقدر يضحك على نبيل صبحي ابدا. لو قوي عشرات، براحة براحة، واحد اثنين، افرد افرد، ركز
ركز ركز جو يلا عش عش يلا خمس ست سبعة يلا تسعة عش. طيب فهمني بقى ليه بتضرب الناس في التمرين؟ والله موضوع ضرب الناس هو مش ضرب تعنيف على قد ما هو تحفيز. كل الحكاية ان هو عايز ادرينالين زيادة، فانا بضربه بحفزه فيتمرن بقوة وعنف اكتر، وهو ده المطلوب. يلا يلا عش. بقولك ايه، احنا مش عتالين، اتفقنا نلعب بمزاج. يلا واحد اتنين بالراحة، تلاتة اربعة بالراحة، قلت خمسة ستة. هل كل المتدربين بيقبلوا الاسلوب ده في التمرين؟ طبعا في ناس الموضوع ده هم حبوه جدا واعتبروه ان هو تحفيز ايجابي جدا وحاجه يعني تعتبر نقله في التمرين. عم انا كلمتك انا اكمل تمرينك. انزل بقى يلا عاش. وفي ناس طبعا استغربت انت انا ما اسمحش ان حد يلمسني او حد يمد ايده عليا. بص هو عامه انا مش يعني مش ده طبعي على طول، يعني المتدرب لازم بيبقى معايا فتره اتعود عليه ويتعود عليا. الموضوع ده مش مستحدث يعني. لو اتفرجت على فيديوهات بتاعه كمال اجسام اللاعبين الكبار حتى من السبعينات والثمانينات تلاقي هي دي طريقه التحفيز بتاعتهم، الزعيق والصوت العالي. انزل الاخر. ايوه انزل الاخر، انت اطلع للاخر. هو انزل الاخر، انت اطلع للاخر. عاش. خدت كورسات في أكاديميات وبقى عندي الخبرة الكافية والعلم الكافي اللي يخليني لحد ما أقدر أفيد غيري. دي لعبة بتتسم بالقوة وبتتسم، أنت بتتعامل مع حديد، أنت مش دكتور سنان ولا رسام. العضلات بتطلع بالعافية، بتطلعش بالطبطبة. بحس كده إحساس بالنشوة، تحس كأنك مايسترو. أنت بتبقى واقف والمتدربين كلهم حواليك، بتعمل كده ده يقوم، بتعمل كده ده يقعد. العب كويس لجيلك. بس وأنا بتمرن ببقى في مود تاني خالص، يعني انا بنفصل تماما عن حياتي، وبحس ان انا لا حاسس بالناس ولا حاسس باصواتهم. كل اللي انا حاسس بيه ضغط الدم في العضلات وسريان الدم في عروقي. وبقيت صحابي يقولوا لي طب ما اتعمم الفكره دي. طب انت دلوقتي راجل في موضوع كمال اجسام من زمان، وراجل عندك خبره، وراجل خدت كورسات، فليه ما توظفش الحاجات دي كلها في محتوى عام يفيد الناس كلها؟ السلام عليكم متابعين اعرف صح، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو موضوع ازاي اسخن قبل التمرين علشان ما يحصليش اي اصابات. ما دام ربنا انعم عليا بقوه وصحه، المفروض ان انا استخدمها في الخير، ما استخدمهاش في الشر. فبدات ان انا احاول اصلح ما بين الناس، الاقي ده مثلا واحد يتخانق مع واحد، طب يا جماعه احنا نجيب كابتن رامي يحكم ما بيننا. فباجي وبتكلم والغلطان بقول له انت غلطان، واحاول اصلح ما بينهم. والقوي دايما الناس بتخاف وتهاب وتسمع له، بس لازم تستخدم ده في الخير. بعد الشغل بتقضي يومك ازاي؟ اول حاجه بعملها بعد ما بخلص شغلي لازم اشوف حبايبي. الكائنات اللي عمرك ما هتلاقي منها غدر وخيانه، ودايما هيحبوك بدون مقابل، لان انا بالنسبه لي دول اللي ما لهمش صوت. انت قلت ان عندك اطفال، اكيد بيخافوا منك صح؟ يا عم بيخافوا مني ايه بس؟ ده انا لو في يوم دخلت من غير ما اجيب لهم الحاجه الحلوه اللي هم عايزينها احتمال ما يدخلونيش البيت. القوي فيه اللقوه منه. مش لو تنزل جامع عم ماجد؟ امتى؟ امتى عم ماجد؟ كام عم ماجد؟ جبت حاجه حلوه. والله ولادي دول يعتبروا اغلى حاجه في حياتي. هم دول الحاجه اللي انا بشتغل وبجتهد وبيطلع عيني طول النهار عشان ارجع الاقيهم مبسوطين والاقيهم كويسين
وانا مش حاسس حاجه اكتر من كده. 6 7 8 9 10 مقوله كنت دايما بسمعها وكانت بتضايقني جدا بس كنت بتمرد عليها. حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. واحد يجي يقول لي ايه، لا كل حلمي ان انا اشتغل شغلانه كويسه. لا، انت احلم بالافضل، احلم تبقى احسن واحد في الدنيا. انزل اشتغل، جرب شغل واثنين وثلاثه وعشره وعشرين لحد ما تعرف فين ذاتك وفين نفسك. بس قولوا ربنا، يلا نمشي بقى.